مفاجأة لنا محمد، شاهدوا المزيد من التفاصيل. اليوم شاركت لنا محمد مجموعة من الاستوريات حمست الجمهور انه في عنده مفاجأة كتير كبيرة راح تعلن عنها، والمفاجأة كانت هي حصول لنا على الإقامة الذهبية. نشرت لنا بوست جديد على صفحتها بالإنستغرام علقت عليه بي: بمناسبة اليوم الوطني أهنئ وأشكر دولة الإمارات العربية المتحدة لمنح الإقامة الذهبية عن فئة الأوائل المتفوقين في الثانوية العامة على مستوى الدولة، شكرا الإمارات. وقام العديد من المشاهير بوضع لايكات وتعليقات عم يباركوا لنا محمد حصولها على الإقامة الذهبية، من بينهم كارولية من برهوم عراوي، غاية مروان، عيلة البيوتي، سارة الورد، والعديد من المشاهير. كتير حلوة الكل متمكيج، الكل مرتب، الكل طالع حلو، الكل مظبط شعره، ما شاء الله ما شاء الله. ريتو ما يبلى ايه صح لازم. المهم كيفكم؟ ريتو ما يبلى لك لك لكم احلاهم هون كمان يا جماعة. قال انا شو اليوم مخططة لفاميلي دينر، طالعين نحن كعيلة نتعشى بمحل ونرقص وناكل وهيك. حطيت راسي ونمت والفاميلي كلها عم تستنى، وهلا صحيت كلهم جاهزين فلازم اقوم اتجهز وبسرعه لحق يعني.